يعني اول مره احس فعلا باغنيه والله لسه بدري، يعني دخلنا خلاص في النص الثاني من شهر رمضان المبارك، الايام الجايه بقى بتجري يمكن اسرع كمان من الايام اللي فاتت، لان كلها بتبقى ايام خير وبركه ومحبه ورحمه بين الناس وبعضها. عشان كده مهم جدا ان الناس تغتنم الايام الجايه دي بمواصله الخير والعطاء والتكافل والعبادات اللي الكل بيكون حريص عليها في الايام دي، لان طبعا ثوابها بيكون عظيم. وطبعا يعني بنشوف ده اكيد يا احمد مع المصريين في الشهر الكريم من موائد رحمن، من صحيح. مساعده الغير، لانه حتى يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ده حقيقة بسنت، يمكن ذكرتيني بفكرة وأغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام. عندنا يعني خلاص الأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة، دخلنا في مش عاوز أقول في النص التاني، لأن أنا بقول إحنا دخلنا في الجد أكتر، لأن مع قرب انتهاء رمضان أنا من وجهة نظري يعني بيكون فيه ثواب أكبر، بيكون فيه ذكر وتقرب وطاعات أكتر للمولى عز وجل. الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، علشان كده إحنا دلوقتي في أيام المغفرة، الأيام اللي فيها خيرات، فيها نفحات كتيرة قوي، ولسه الناس عندها فرصة يعني إن هي تكثر من الطاعات وتكثر أيضا من أعمال الخير، تكثر أيضا من الذكر والتقرب من المولى عز وجل، وكمان صلة الأرحام، ودي حاجة مهمة جدا، ويمكن دي أهم طقس من الطقوس الرمضانية اللي بنشوفها دايما في هذا الشهر الكريم، وهو أن الناس بتتجمع وبتتجمع كلها مع بعض، الأهل الأسرة كلهم بيتجمعوا على مائدة إفطار واحدة، ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي يعني رغم بقى المشاغل بتاعة الحياة طول السنة ما بنشوفهاش، لكن بيكون عندنا فرصة ذهبية فعلا بس انت اللي احنا يكون عندنا نوع من انواع صلة الرحم الحقيقية ما بين افراد الأسرة. ده حقيقي، يمكن ده اللي بيميز فعلا الشهر الكريم، ان انت في السنة بيبقى كل واحد عنده مواعيده المختلفة، كل واحد بيخلص شغله او مدرسته او يعني اي حاجة في وقت مختلف، لكن في شهر رمضان احنا كلنا بنتجمع على نفس الترابيزة او على السفرة، ومفيش احسن من لمة العيلة في رمضان، وان احنا نستنى كده مدفع الفطار كلنا مع بعض، الكل يكون متجمع على ترابيزة واحدة في اجواء كلها بتبقى مختلفة، يعني فيها كده سعادة وفرحة وإحساس مختلف بالشهر الكريم، وأبواب الخير في رمضان بتبقى كتيرة، ومن أعظمها أننا نعمل على الفطار الصائمين أو نعمل على إفطار الصائمين طبعا، خصوصا الفقراء منهم والمساكين، وزي ما قلنا التكافل. فمن خصائص هذا الشهر الكريم أنه يعني مختلف عن أي شهر تاني، بأن شهر المواساة بتكافل فيه كافة أطياف وأفراد المجتمع مع بعض، وبتعمر فيه البيوت والشوارع طبعا بموائد الرحمن اللي بيجهزها المقتدر لإطعام يعني اللي محتاج، عشان طبعا ياخد الفضل ده والثواب ده اللي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ويمكن دي حاجة من الحاجات أو السمات الرئيسية لهذا الشهر المبارك، وهي فكرة أعمال الخير، الثواب الكبير قوي اللي احنا بنقدر، اللي احنا يعني بيكون في حالة من حالات التصارع والجهاد مع النفس عشان خاطر اللي أنا أحقق أكبر رقم وأكبر قدر ممكن من يعني هذا الثواب نتيجة أعمال الخير. كمان لازم نأكد على فكرة أن الناس اللي بتقدم خير وبتقدم على أعمال الخير من أول الشهر، أنها لازم ما تتكسلش في الأيام اللي جاية، بالعكس يكون عندها همة، يكون عندها قدرة على أن هي تكمل يعني كل أيام هذا الشهر الكريم في عمل الخير، في التصدق، في العطاء، في الذكر كمان، ويمكن دي الحقيقة هي يعني أجمل وأعظم الجوانب الإنسانية اللي موجودة أو اللي احنا بنشوفها خلال هذا الشهر، بنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيدي الناس أو بيهدي كمان الناس، مش بس بيديها، بيهديها ليه فضيلة العطاء، فضيلة التكافل، التصدق على كل المحتاجين. فعلشان كده يمكن نفس الحمية بس انت اللي احنا بنبتدي بيها، احنا بنأكد ان احنا ايه مش عاوزين يبقى عندنا باور او عندنا طاقة جامدة جدا في اول 10 أيام وبعد كده نبتدي اللي احنا نتكاسل، لا احنا عاوزين نبتدي اللي احنا نكثف خلال الايام اللي جاية من كل اللي احنا بدأنا بيه الشهر. يعني طبعا يعني كمان الاهتمام بالفقراء والمحتاجين في الشهر الكريم ومساعدتهم ماديا، يعني مش بس ماديا في الحقيقة، ومعنويا، وتلبية بعض متطلباتهم وتحقيق بعض حوائجهم من افضل الاعمال وانبل الصفات اللي يجب القيام بها في الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك اللي في الحقيقة هو شهر تغيير في كل حاجة في حياتنا وفي مسيرتنا العامة، وإننا نعظم قيم التواصل والتكافل والعطاء الاجتماعي في كل زاوية من زوايا المجتمع، ونعمل تغيير طبعا نحو الأفضل. احنا طبعا يعني مرة تانية بنتمنى إن احنا فعلا زي ما أنت قلت يا أحمد
كلنا بقى نشد حيلنا الفترة اللي جاية في طاعات أكتر وفي مساعدات أكتر لغيرنا، وناخد الشهر ده وزي ما احنا ابتديناه، يعني إن هو شهر كده فيه زي ما أنت قلت رحمة ومغفرة وعتق من النار، 10 10 10، فهم متقسمين، فبالتالي يعني كل ما العشر الأولانيين يخلصوا وأدخل على اللي بعدهم محتاج إن أنا أكثف أكتر. مفيش أعظم من إن أنا يعني أعمل حاجة تخليني إن أنا يتم عتقي من النار، مفيش أفضل من كده أعتقد يعني. فده يخليني إن أنا أتصارع وإن أنا أسابق نفسي أنا شخصيا، فكرة إن أنا أعمل خير أكتر، أقدم ثواب أكتر، عشان خاطر إن أنا يعني ربنا يغفر لي ما مضى من يعني سيئات، يعني أكيد الواحد يعني مفيش حد ملاك ما بيغلطش يعني. يا رب يغفر لنا جميعا. يعني كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، وإن شاء الله بقية الشهر الكريم يكون عتق ورحمة، وزي ما أنت قلت يا أحمد يعني كلنا كده هنشد الفترة الجاية. نصبح على حضراتكم.